فيه حلال لابد للوالد أن يتقي الله عز وجل في رعيته وأن يطعمهم من الحلال، والكثرة ليست في أو ليس الخير في الكثرة وإنما الخير في البركة، ليس الخير في الكثرة وإنما الخير في البركة. إذا أول شيء يصنع أنه لا بد من الرزق الحلال. الأمر الثاني الرضا، الرضا لا بد أن يكون الرضا روح تسري في جنبات هذا البيت، لا بد أن يكون الرضا في جنبات هذا البيت. فالأب راض عن زوجته وأولاده، والأب راض عن القليل الذي يقدم له، والأم راضية بزوجها، راضية بأولادها، راضية بما يجلبه الزوج من رزق، والأولاد راضون بأبيهم، راضون بأمهم، راضون بهذه العيشة التي يعيشون بها وفيها. الرضا شيء مهم جدا، الرضا. تصور لو أن الرضا نزع من البيت، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل الزوج مهما يبذل من جهد ويأتي من رزق، الزوجة مش راضي، مش مكفياها. ده ليه؟ لأن لها جارة، الجارة ديت زوجها بيغير لها الذهب كل 6 شهور، فلها جارة تانية زوجها جاب لها عربية أوبل، فلها جارة ثالثة زوجها كل 3 شهور يوديها عمرة. طبعا زوجها راجل لين فبيوديها كل 3 شهور عمرة، يبقى انت بتعمل لي ايه؟ فانت بتأكل لي وتشرب لي زي البهايم، ما الحيوانات برضك بتأكل أولادها، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتعمل انت ايه يعني في البيت؟ زيك زي كل الناس بيأكلوا عيالهم ونسوانهم. فتشعر بأن المرأة غير راضية بجهد الرجل. لكن انظر إلى الرضا، لو أن الرجل أتى بشيء يسير تقول الزوجة مجيئك لنا بالسلامة بالدنيا وما فيها، يقول لها والله بس أنا النهاردة ما قدرتش أجيب حاجة إلا حالي 3 جنيه بس، تقول له ما شاء الله كثير مبارك، ال3 جنيه نجيب شوية خبز وشوية مش عارف إيه وهنقضيها كده ولا يهمك، حاجة ممتازة جدا ما شاء الله. سبحان الله، قنوعة ترضى بالقليل، فهي راضية بزوجها، راضية بنفقة زوجها، راضية بأولادها، راضية بعلاقتها بأولادها وزوجها، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. فالرضا، وأن يرضى الرجل بزوجته، مش عارف هو شايل أكياس، شايل جايب كل أنواع الفواكه الموجودة في السوق، برقوق ومشمش وتفاح ومانجا وعنب وبطيخ دلوقتي ما عادش هناك لا فواكه صيفيه ولا شتوي، كل دلوقتي موجود في وقت واحد، جايب 50 كيس شايلهم في ايده. النقله الاولى بتاعت الفواكه، والنقله الثانيه بتاعت الخضروات، والنقله الثانيه 50 60 كيس. وبعد كده هو عارف ان زوجته تتجهم له وتقول ارميهم جنب الباب، بدل تقول له الحمد لله على السلامة وتيجي بسرعة تجهز له كوباية عصير في الوقت القائض وحاجة دافية في الوقت البارد، تقول له ايه بدون مبالاة ارمي الحاجة دي ورا الباب، ويعلم ان هذا الجواب سينتظره، فبالتالي هو غير راض بزوجته. أولاده غير راضين بأبيهم وهو غير راض عنهم، حياة صعبة جدا. إذا لابد من وجود الرضا. إذا الزوج يرضى بزوجته، والزوج يرضى بأولاده، والزوجة ترضى بزوجها وبأولادها، يبقى الكل راض ببعض. طيب دي من حيث المعاملة، والكل راض بإنفاق الأب وقدرة الأب على الإنفاق. طيب الرضا شيء مهم جدا وعنصر من عناصر استقرار الأسرة، وبالتالي الزوج
سواء قدر عليه أو وسع عليه هو بإذن الله تعالى لن يكون مكروبا، لن يكون مكروبا. طيب، أمر آخر، عدم الالتفات. عدم الالتفات من أعظم أسباب الاستقرار، وهو مؤثر في مسألة الرضا. ألا يلتفت، ألا يلتفت. ولا تمدن عينك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. تجد إن الرجل هو ماشي قاعد يتفرج على البدل، لو كان بيلبس بدل، البيت الإيطالي بدلة مميزة ب 350 جنيه، يقول آه أنا عاوز بالفعل بدلة. طب ما هو عنده ما يكفيه، لا التفت إنه يشتري بدلة جديدة، يروح يشتري بدلة يقول لا معلش البدلة ديت أم 350 جنيه ديت كان عرض وانتهى، دلوقتي بقت 700 جنيه، هيرجع ورا تاني؟ إزاي؟ يتورط 700 جنيه، يرجع للبيت قرفان إنه يتورط 700 جنيه، يتقلب على زوجته وعلى عياله، عيشتكم قرف وعيشتكم مش عارف ايه وبتاع. طب ما انت لقيته لنفسك. طيب الزوجه طول ما هو ماشيه كده في السكه القديمه ولا سكه جديده ولا في اي مكان، قاعده تتفرج على الفساتين والتيرات والبلوزات والجيبات والبتاع، وهي عندها في البيت بس عاوزه الاجدد، عاوزه الاحدث حتى تشعر بشبابها ونضارتها وجمالها ونحو من ذلك. تشتري، يبقى الزوج قال لها خذي 500 جنيه دولت لنفقه البيت، ثم ضيع نص الفلوس فين؟ في شراء بعض الحاجات البسيطه جدا الخاصه بها هي. سبحان الله. اذا بتحدث ازمات في البيوت بسبب ماذا؟ الالتفات. بسبب الالتفات. طيب الأولاد الصغار لما يشوفوا أبائهم كل يومين ثلاثة بيجيبوا حاجة جديدة، الأولاد يتربوا على ماذا؟ أيضا يتربى الأولاد على ماذا؟ على الالتفات. فعندما يكبر الأولاد يكونون عبئا على مين؟ على أبائهم، لأنهم وجدوا أبائهم بيلتفتوا. لكن تصور مثلا أن الأب أخذ أولاده مثلا يعني وجاب لهم ملابس بسيطة بأسعار بسيطة، وطالما أن الهدوم بتستحمل وكويسة وشكلها جميل لا بأس. الأولاد بيشوفوا والدهم بقاله مثلا ثلاث سنين عنده أطقم معينة بيلبسها ما بيغيرهاش، يبقى بالفعل الأولاد بيتعلموا أن هذا الأمر أمر جائز وليس فيه غضاضة، وليس فيه غضاضة. بيشوفوا والدهم يمكن أن يتصدق بالجديد ولا زال يلبس الملابس القديمة طالما أنها ملابس قوية حمولة طيبة جميلة بتغسل وتكوى كأنها جديدة. ما الضير إذن؟ الحذاء، حذاء يدهن فيبدو لناظرنا كأنه إيه؟ كأنه جديد، لا بأس في ذلك الأمر. الأولاد يشوفوا والدهم أيام الشتاء يجيب الجزمة بتاعته ويمسحها ويطلع التمن عليها وينظفها ومش عارف ويلبسها. إذا الآباء يعلمون آباءهم، الآباء يعلمون أبنائهم عدم الالتفات. إذا دي أسباب مهمة جدا. طيب إذا دي كلها أسباب متعلقة بالجانب المادي. يبقى الحاجة الأولانية الرزق الحلال، الحاجة الثانية مسألة الرضا، الحاجة الثالثة عدم الإيه؟ الالتفات. دي كلها مسألة متعلقة بالأب والأم. طب نيجي للبند الثاني المتعلق بالسلوك. ماذا يعنى بكلمة السلوك؟ يعنى بكلمة السلوك الجانب المعاملات بين الأب